بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا احنا هنكمل النهاردة النظري بتاع الباب الرابع اللي هو ايه الفيديو الثالث بتاع النظري اللي هو تطبيقات التحليل الكهربي. احنا خدنا قبل كده تطبيقات التحليل تطبيقات الخلايا الجلفانية، هناخد دلوقتي تطبيقات التحليل الكهربي. وركز معايا كده بسرعة، الله يرضى عليك، انت مش هتاخد وقت، مش هتاخد معانا حوالي اقل من نص ساعة، هتلاقي نفسك لميت تطبيقات التحليل الكهربي النظري بتاعها سريعا وانت قاعد كأنك بترفع عن نفسك. يلا بسم الله. كده عندنا كام تطبيق للتحليل الكهربي؟ 3 تطبيقات. اول تطبيق عندنا واحد حاجه اسمها اطلاء الكهربي، وركز معايا بالله عليك. اطلاء الكهربي ده يعني ايه؟ يعني تكوين طبقه من فلز، خلي بالك من فلز مش من اكسيد، عشان من اكسيد دي ظاهره خمول. تكوين طبقه من فلز على سطح فلز تاني بغرض ايه؟ واحد، حمايته من الصدأ او التاكل. 2، اكسابه مظهر جمالي اعلى. ثالثا، اكسبوا قيمه اقتصاديه اعلى او رفع قيمته الاقتصاديه. طب ما تيجي نصلي على النبي كده ونشوف الحاجه الثانيه ايه عندنا. رقم 2 عندنا استخلاص. ها، الفلزات من خاماتها او استخلاص الايه؟ المعادن. رقم 3 عندنا حاجه اسمها ايه؟ تنقيه الفلزات. زي ايه بالظبط؟ عندنا المثال بتاعنا تنقيه النحاس من الشوائب. ما تيجي نشوف يلا الطلاء الكهربي كده. اول حاجه في النظر بتاعها قلنا الطلاء الكهربي تعريفه ايه او مفهومه ايه؟ عمليه تحويل، قصدي تكوين طبقه من فلز على سطح فلز اخر بغرض 1، 2، 3. ها، 1، ها، حمايته من الصدى او حمايته من التاكل. 2، اكسبوا قيمة اقتصادية اعلى. 3، اكسبوا مظهر جمالي افضل. طب عندنا في المنهج بتاعنا ايه؟ عندنا رقم 1 طلاء ابريق او ملعقة او اي حاجة معدنية، اهي معدني بطبقة من الفضة. ما تيجي نصلي على النبي يلا ونشوف كده يعني ايه يا مستر طلاء ابريق معدني بطبقة من الفضة. اولا هنجيب الكتروليت، ادي اناء كده اهو، هنحط فيه الكتروليت من نيترات الفضه اي جي، ها، انه اسري، خلي بالك الله يرضى على والديك، ده كده اسمه الالكتروليت. يا مستر ده انت كده بتتكلم زي الخلايا الجلفانيه. مش مفيش فرق، هو الكلام بسيط، الفرق بسيط جدا. اولا هناك كنا بنقول انود وكاسود والكتروليت، هنا نفس الفكره، بنجيب هنا ساق اهو من الفلز اللي احنا عايزين نطلي بيه، احنا عايزين نطلي بالفضه، يبقى نحط ده كده من الفضه. طيب هنا انت عايز تطلي، ادي مثلا ابريق او كوب مثلا بالمنظر ده عايز تطليه. اللي انت عايز تطليه ده كوب معدني او ابريق معدني اهو. وده ايه؟ ساق من الفضه. انت عاوز تطلي الكوب، خلي بالك الله يرضى على والديك، بالايه؟ بالفضه. هتعمل ايه؟ هتوصل الكوب بالقطب السالب للبطارية. طب والفضة بالقطب الموجب، يبقى سريعا بقى كده، المادة اللي هتطلي بيها تتوصل بالموجب. طب اللي بيتوصل بالموجب في الخلايا التحليلية بيبقى ايه؟ آنود. واللي بيتوصل بالسالب في الخلايا التحليلية بيبقى ايه؟ كاثود. يبقى دايما المادة اللي انا عايز اطلي بيها تبقى آنود، اللي انا عايز اطليها تبقى ايه؟ كاثود. جميل قوي. يبقى يوصل الكوب بعد ما ينظف جيدا طبعا، يوصل بالايه؟ بالقطب السالب البطاريه يعمل كاثود، يوصل ساق من الفضه بالقطب الموجب البطاريه يعمل ايه؟ انود. ماشي. يغمر كل منهما، كلمه خلي بالك الله يرضى على والديك، انت عايز تطليه كله؟ يبقى لازم تغمره كله. يعني يغمر ده كده اهو، كله كده الكوب لازم يغمر كله اهو بطبقه في محلول نيترات الايه؟ الفضه. لكن لو انت عايز، لو انت غمرت نصه، النص اللي تحت بس اللي هيطلي، غمرت نصه وقلبت عايز تطلي، لو عايز تطلي نصه اللي فوق بحاجه ونصه اللي تحت بحاجه، بتغمر نص اللي تحتاني وبعد كده تغمر النص اللي فوق وهكذا. طيب احنا حطينا محلول نيترات الفضه، ايه اللي هيحصل؟ يلا صلي على النبي كده معايا. ادي محلول اي جي موجب وانه اسري سالب 1. ايه اللي هيحصل؟ اول ما يمر تيار كهربي الالكترونات بتمشي كده اهي. جميل قوي. هتبص تلاقي ايه؟ ايون الفضه الموجب هيروح هنا، هيروح ناحيه القطب السالب. مش احنا قلنا الاقطاب بتشد الايونات المخالفه ليها في الشحنه؟ يعني الايونات الموجبه تروح عند السالب والسالبه تروح عند الموجب. طيب الاي جي موجب هياخد الكترون، ماشي، ويتحول لاي جي.
يتحول لايه؟ لاي جي. ده كده موجب بقى صفر، حصل له عمليه اختزال، حصل له عمليه ايه؟ اختزال، صح. يبقى عند الكاسود، مش احنا قلنا دايما يا جماعه الله يرضى على والديكم الانود اكسده والكاسود اختزال سواء كانت الخلايا تحليه او جلفانيه. هنا هيبدا، بص اهو هتبدا ايونات الفضه تيجي هنا تترسب كده، تترسب كده، تترسب كده بالمنظر ده، تبدا تترسب. طب ايونات النيترات قلنا عليها قبل كده مكسحه ما تقدرش تيجي هنا لان جهد الاكسده بتاعها قليل، فهتعمل ايه؟ هتبدا ذرات الفضه بص كده تنزل في صوره ايونات فضه اهي، اي جي موجب. طب والالكترون هيروح هنا، ما هو في اللحظه اللي هينزل فيها الكترون من السلك هنا ياخدوا ايون الفضه ده لازم يطلع مكانه من هنا. طب عشان يطلع من هنا بياخد من الفضه، يعني في الحاله دي ذره الفضه دي بيحصل لها عمليه اكسده اهي، تتحول لاي جي موجب وترمي الالكترون. طيب مستر هنا حصل عمليه اكسده للفضه هنا، ماشي، تبدا تتاكل ساق الفضه، يبقى ساق الانود ها تتاكل، ساق الكاسود يزداد وزنها يعني كتلتها هتزيد، ماشي. طيب ده كده عند الانود، وده عند الايه؟ ده عند الانود، واللي فوق ده عند الايه؟ عند الكاسود. طيب بعد كده هتبدا تتاكل دي وتزيد دي لحد ما يطلي الابريق كله من بره ومن جوه بالايه؟ ها؟ بالفضه، واحنا كده طاليناه بالايه؟ بالفضه. طيب طبعا لما يجي يقول لك في الامتحان سؤال على النظري ده هيقول لك لطلاء كوب من الحديد بطبقه من الذهب او من الفضه او من اي ماده مثلا عايز تطلي بيها، يوصل الكوب بالقطب نقط ويعمل نقط، يوصل الكوب بالقطب السالب للبطاريه ويعمل كاسود. طب يوصل ساق من نقط، هو انت عايز تطلب الايه؟ بالفضه، يبقى يوصل ساق من الفضه بالقطب الموجب يعمل انود. طيب في الشكل الذي امامك لما جه في امتحان 2018 قال لهم ايه؟ ده ايه وده بي، ماشي نفس الشكل كده بس قال لهم ايه؟ ايه وبي، هنا فضه هنا حديد. واحد يقول لي يا مستر مش الحديد ده انشط من الفضه يبقى الحديد انود، ده في الخلايا الجلفانيه، لكن طالما في بطاريه هي اللي بتحدد لي الدنيا كلها. فبيقول لي هنا ايه وهنا بي، ايه اللي هيحصل لكتله الايه؟ هتقل. ايه اللي هيحصل لكتله البي؟ هتزيد، ماشي. طيب الالكتروليت هنا هيحصل فيه ايه؟ هيستهلك؟ لا مش هيستهلك. ليه؟ لان هو اللي بيتاخد منه هنا بينزل مكانه من هنا فبيفضل زي ما هو. طيب اقول لك مثلا اجيب لك الخليه دي كده وادخلك فيها في مساله ازاي؟ اقول لك عند امرار تيار كهربي شدته 2 من 10 عند امرار كميه كهربيه مقدارها 2 من 10 فاراديه في الخليه دي تترسب ها نقط كتله مقدارها نقط من الفضه، هتقول 1 فاراديه قصاده 108 للفضه يبقى 2 من 10 فاراديه قصادهم كام؟ كذا. طيب نخش بعد كده على استخلاص الايه؟ الفلزات، اللي هو استخلاص الالومنيوم من خام البوكسايت. طيب هو عشان نعرف الكلام ده لازم نفتكر مع بعض كده، فاكرين فرن الالومنيوم؟ فاكرين فرن الالومنيوم. طيب ادي فرن الالومنيوم، هو فرن الالومنيوم ده عباره عن ايه؟ فرن كبير جدا كده عامل زي، فاكرين فرن استخلاص الحديد من خاماته؟ اهو نفس الفكره كده، اهو مبطن من جوه الجدار بتاعه كده بطبقه من الجرافيت، مبطن من جوه بطبقه من الجرافيت. بالمنظر ده، تمام كده؟ تمام، ماشي. السؤال دي كده طبقة من الجرافيت بتعمل، خلي بالك خلي بالك الله يرضى على والديك، بتتوصل بالقطب السالب تعمل كاسود، يبقى بطانة الفرن من جوه تتوصل بالقطب السالب تعمل ايه؟ كاسود. طيب هنا كده في ألواح، ادي 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 ها ده كده اهو اهو اهو.
طب ايه اللي هيحصل هنا؟ شايف ده كده؟ وهنا كده بينزل حاجه هنقول عليها دلوقتي. هو ايه ده مستر ده اللي انت بتتكلم عليه ده؟ اولا يا محترم ده كده عباره عن اقطاب بتتوصل بالقطب الموجب للبطاريه تعمل ايه؟ تعمل انود. اقطاب من الكربون، اقطاب من الكربون دي اقطاب من الجرافيت، ده كده اللي هي طبقه من الجرافيت بتعمل ككاسود. جميل قوي. طيب يبقى ده كده الكاسود اهو، وده الايه؟ وده الانود. ماشي. طيب الالكتروليت عباره عن ايه بقى؟ عباره عن حاجه اسمها مصهور البوكسايت. مصهور الايه؟ هو ايه البوكسايت ده؟ Al2O3. طبعا المذاب في حاجه اسمها كريولايت. الكريوليت اهو. طب دوره ايه ده؟ الكريوليت ده مذيب للبوكسايت، عشان كده بنقول عليه ماده مذيبه للبوكسايت او المذاب في الايه؟ في الكريوليت. اشمعنى؟ لانه بيحتوي على ماده اسمها الفلورسبار، ودي بتعمل على خفض درجه انصهار البوكسايت من 2045 لكام؟ ل 950. طيب جميل جدا. احنا كده فهمنا التركيب بتاع الفرن عباره عن ايه؟ انود ها اهو، كاسود اهو، الالكتروليت عباره عن كذا. طب ما تيجي نشوف التفاعلات بتاعتنا. يلا. اولا سيادتك عارف ان البوكسايت Al2O3 كويس قوي. لما بنصهره بيتحول لايونات 2 Al موجب 3. 3 O سالب 2. ماشي. ده كده ايه؟ موجب. الايونات الموجبه هتروح ناحيه الكاسود. ماشي. الايونات السالبه هتروح ناحيه الانود. ماشي. ان الكاسود سالب والانود ها موجب. كويس قوي. تبص تلاقي ايونات الايه؟ ها هنا طبعا Al موجب 3 2، وهنا 3 O سالب 2. ايونات الالومنيوم تنزل هنا والاكسايد تطلع فوق. تعال نشوف كده. لما تقول لي سيادتك 2 Al موجب 3 هياخدوا 6 الكترون ويتحولوا ل 2 Al بس، حصل هنا عمليه اكسده ولا اختزال؟ اختزال. كويس قوي. طيب عند الانود هنا ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اكسده لايه؟ 3 O سالب 2 هيتحول لايه؟ لO2. بس هنا هنقول 3 على 2 عشان 3 على 2 في 2 ب 3، ويرمي ال 6 الكترون. هنا كان صفر، كان موجب 3 بقى صفر، هنا كان سالب 2 بقى صفر، هنا حصل اختزال، هنا حصل اكسده. يعني معنى كده ان الالومنيوم هنا اهو ايه؟ هيبدا ينزل كده، هيبدا ينزل ويخرج من هنا. الفتحه دي كده اهي فتحه خروج الايه يا جماعه؟ الالومنيوم المنصهر. ماشي. فيخرج الالومنيوم من هنا. طب والاكسجين هيروح فين؟ هيبدا يتصاعد غاز الاكسجين هنا كده على هيئه فقاعات هنا. طيب ما هو لما تيجي تقول لي التفاعل الكلي هتجمع ده مع ده، الدي هتطير مع دي، فهيديك التفاعل الكلي زي ما انا بقول لك كده. 2 Al ها موجب 3 زائد 3 O سالب 2 هيدينا الناحيه الثانيه يا جماعه. يلا اهو رايح 2 Al 0 زائد 3 على 2 O2. ماشي. ده التفاعل الكلي. يبقى ده كده التفاعل عند الكاسود، ده عند الانود، ده الكلي. طب غاز الاكسجين اللي طلع هيروح فين؟ هيتصاعد عند اقطاب الكربون ويعمل لي كده. ازاي؟ هيعمل ايه يا مستر ده؟ قال لك اولا هتلاقي الثلاثه على الاثنين O2 يتحدوا مع اقطاب الكربون اللي هي اقطاب السي، ويدينا ايه؟ طبعا في كميه كبيره من الاقطاب، يعني كميه كربون كتيره مع الاكسجين اللي طالع مع الحراره العاليه، هيدينا اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون. اول اكسيد الايه؟ الكربون، وثاني اكسيد الايه؟ الكربون. يعني هيطلع لي هنا CO CO2. طب اوزن كده معايا هتلاقي هنا بس 2 مش اكتر. جميل قوي. يعني معنى كده ان اقطاب الكربون هات ايه؟ بص 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 تتاكل. عشان كده يلزم تغيير اقطاب الكربون من ان لاخر. مش معنى؟ قال لك اولا لان هي بتتاكل بفعل تفاعل بسبب تفاعلها مع غاز الايه؟ الاكسجين. مع لا شويه كده. مع غاز الايه يا جماعه؟ غاز الايه؟ الاكسجين الناتج من تفاعل الايه؟ الانود. جميل قوي. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال بتاعنا كده. يلا يلا. اثناء عمل خليه
ها استخلاص الالومنيوم من البوكسايت. فان اقطاب الجرافيت او اقطاب الكربون كتلتها تقل، كتلتها تزداد، كتلتها لا تتاثر، كتلتها تقل. ليه؟ لان هي هتتفاعل مع الاكسجين. طيب ايونات، ايونات الاكسيد اللي موجوده في الكيروليت يحدث لها عمليه اكسده. طب بعد كده هل هتفضل؟ لا، بعد كده هيحصل لها عمليه اختزال تاني. اشمعنى يا مستر؟ ما هي يا محترم بعد ما حصل لها اكسده بقت زيرو، ها رجعت اتفعلت مع الكربون تاني وحصل لها عمليه اختزال فبقت سالب 2 تاني. جميل جدا. طيب يلزم استبدال او تغيير اقطاب الكربون من ان لاخر عشان بتتاكل او بتتاكل بسبب تفاعلها مع الايه؟ مع الاكسجين. طب نخش بعد كده على طبعا بعد كده الكيروليت ده بيعوضوا عنه او بيستبدلوه بفلوريدات كل من الصوديوم والايه والالومنيوم والكالسيوم. اشمعنى؟ عشان بتدي مع المصهور، مع البوكسايد ده مصهور يتميز بانخفاض درجه انصهاره وانخفاض كثافته. طب ايه اللي هيفرق معايا في انخفاض درجه الانصهار؟ عارفينها انخفاض درجه الكثافه، الكثافه بتاعتها هتفرق في ايه؟ اولا درجه الانصهار هيوفر معايا الطاقه الحراريه. طب انخفاض الكثافه، هو مش الالومنيوم ده بينزل منصهر؟ طب لما يبقى الالكتروليت كثافته قليله هينزل منه بسهوله، فبنقول بيسهل فصل الالومنيوم المنصهر. جميل قوي. خش على تنقيه الفلزات او تنقيه النحاس من الايه؟ من الشوائب. لما اقول لسيادتك هنا تنقيه النحاس من الشوائب، ايه تنقيه النحاس من الشوائب؟ بنجيب خليه زي دي كده اهي، وركز معايا الله يرضى عليك عشان الحته دي حلوه. انا عندي ساق هنا اهي نحاس غير نقيه. ساق نحاس ايه؟ يعني ايه ساق نحاس غير نقي؟ هنا حازم يلا، يعني نحاس فيه بنسبه 99 وشويه نحاس، في الباقي خرصين حديد ذهب بلاتين ذهب فضه. ذهب وايه؟ ها وفضه. ماشي جميل قوي. دي ساق النحاس الغير نقيه. قال لك وصلها بالقطب الموجب للبطاريه. ماشي. وبعد كده هات ساق من النحاس النقيه هنا كده اهي بالمنظر ده كده، ووصلها بالقطب السالب. يبقى بالبلدي بقى كده يلا، القطب السالب هيتوصل بنحاس نقي، القطب الموجب هيتوصل بنحاس غير نقي. القطب الموجب قلنا قبل كده بيعمل ايه؟ ها انود. القطب السالب بيعمل ايه؟ كاثود. كل الناس فاهمه ان الكاثود بيحصل عنده دايما اختزال ها قبل ما اشتغل، والانود بيحصل عنده دايما اكسده. كويس قوي. هنحط هنا كده محلول كبريتات نحاس سي او اس او 4. يبقى يغمر كل منهما في محلول كبريتات ايه؟ نحاس. المفروض طبعا يغمر، يعني ده كده لحد فوق اهو وده لحد فوق اهو، وبنغمرهم كلهم. ماشي. السؤال عندك هنا سيو موجب 2 واس او 4 سالب 2، ده الالكتروليت اللي عند سيادتك. كويس قوي. اول ما يمر تيار كهربي الالكترونات هتمشي كده زي ما احنا عارفين اهو، هتبص تلاقي الايونات الموجبه هتيجي فين؟ عند القطب السالب. فتبص تلاقي ايونات النحاس موجب 2 هتاخد الاثنين الكترون اللي جايين من السلك وتتحول لسيو. ماشي. تحول ايه؟ لسيو. حصل عمليه ها خلي بالك اختزال. كويس قوي. عند الايه؟ عند الكاثود. طب عند الانود ايه اللي هيحصل؟ الطبيعي الناس كلها اللي فاهمه تقول لي يا مستر الكبريتات هتيجي تروح فين هنا؟ لا دي مكسحه مش هتقدر، جهد الاكسده بتاعها قليل جدا. ايه اللي هيحصل؟ فتضطر هنا الذرات دي كلها تضحي مكانها. يعني ايه؟ سيادتك النحاس يبدا يتحول لايونات نحاس سيو موجب 2، الخرصين يبدا يتحول لخرصين موجب 2، الحديد يبدا يتحول لاف اي موجب 2. طب الالكترونات اللي بيفقدوها دي بتروح فين؟ بتروح هنا كده. يبقى هنا النحاس هيشد الالكترونات من السلك، نحاس خرصين حديد هنا كذرات هي تفقد الكترونات هتمشي كده. طب الذهب والفضه هينزلوا كده، الفضه تترسب والذهب يترسب. طب تترسب ذرات الفضه والذهب ليه؟
قال لي ليه صعوبه ها اكسدتها؟ لان جهد الاكسده بتاعه قليل جدا. طيب يعني معنى كده يا مستر ان المحلول دلوقتي اصبح فيه ثلاث انواع من الايونات اللي نازله من الانود، اللي هي ايون نحاس ثنائي، ايون خرسين، ايون حديد. يبقى عند الانود هيحصل لي اولا تفاعل CU، تفاعل FE، تفاعل الزد ان. ده كده هيحصل له اكسده، ده كده هيحصل له اكسده، ده كده هيحصل له اكسده. ازاي؟ السيو بقى سيو موجب 2 ورمى 2 الكترون. ها الاف اي بقى اف اي موجب 2 ورمى 2 الكترون. الزد ان بقى زد ان موجب 2 ورمى 2 الكترون. جميل. يبقى في التلات ها فلزات حصل اكسده. طبعا بما ان النحاس فيه هو اكبر نسبه منهم فهو اكتر ايونات هتبقى موجوده. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ طبعا انا اصبح عندي هنا ثلاث انواع من الايونات. طب الانود هيشد الكاسود، قصدي هيشد منهم ايه؟ مش الكاسود بيشد الايونات الموجبه؟ اه. طب هنا هيحصل عمليه مفاضله ما بينهم، هو هيختار ما بينهم الافضل ايه في الاختزال فيهم. الافضل النحاس، فالنحاس يقوم هو اللي رايح عند الكاسود. طب ودول كده الاثنين يعني ايونات الحديد وايونات الخرسين، يعني ايونات النحاس اهي هتقوم جايه جري هنا يحصل لها عمليه اختزال تترسب. طب والخرسين والحديد تظل، بص كده اهي، تظل ذائبه في المحلول. يعني ايه؟ يعني الايونات دي كده تظل ايه؟ ذائبه في المحلول لكبر جهد اكسدتها وصغر جهد اختزالها او لصعوبه ايه؟ اختزالها. يعني مع الوقت هتبص تلاقي ساق النحاس النقيه بدل ما كانت 5 جرام بقت مثلا 10 جرام، يعني كتلتها زادت، وساق النحاس الغير نقيه خلصت اتاكلت انتهت. فاحنا كل اللي احنا عملناه يا جماعه نقلنا النحاس اللي احنا عايزينه من هنا هنا، اصبحت اصبحت الايه؟ الساق دي نقيه بنسبه 100%. كده انا استخلصت او كده قصدي انا عملت عمليه تنقيه للايه؟ للنحاس. طب سؤال هنا، هل الالكتروليت هنا حصل فيه حاجه؟ لا. كثافته، هل الالكتروليت هنا انحل؟ لا. طيب كثافته زادت ولا قلت؟ لا، الالكتروليت هنا كثافته هتزيد، لان هنا الايونات اللي هتنزل اهي، بص هينزل ايونات زياده عن النحاس، لكن اللي هينزل النحاس اللي هيتسحب نحاس من هنا هينزل مكانه من هنا. تمام. طب ساق الانود حصل لها ايه؟ قلت اتكلت كتلتها قلت. ساق الكاسود كتلتها زادت. تمام. كده تطبيقات التحليل الكهربي، سواء كان طلاء كهربي او استخلاص الفلزات او تنقيه الفلزات من ايه؟ من الشوائب. بالله عليكم يا جماعه خد كل جزئيه منهم كفكر مش كنظري بس، لان الاسئله السنه دي هتيجي فيها فكر يا مستر. في النظري، في النظري، واحسن اسئله فكر بتيجي في النظري. الله يرضى عليكم. يعني ممكن اجيب لك خليه زي دي كده اهي نظري واسالك فيها، ادخلك فيها مساله عادي جدا مفيش مشكله. اجيب لك هنا سؤال زي ده كده مثلا، الاكسجين اللي طالع ها، احسب حجم غاز الاكسجين الناتج من خليه كذا، تقدر تحل مساله عادي. بس في الحاله دي لازم تبقى انت عارف التفاعل ده. خلاص. وكده خلصنا التطبيقات بتاعه الخلايا الجلفانيه والتطبيقات بتاعه الخلايا الايه؟ التحليليه.